بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربكم جميع بخير، كل عام وانتم بخير. النهاردة معانا مكنة لحام الكتروني او مكنة لحام الكترونية عطلانة فاصلة خالص بالكشف المبدئي عشان ما نطولش عليك او ما نطولش الفيديو. لقينا المكثفات زي ما حضرتك شايف كده، المكثفات مفرقعة وضربة، قيمة المكثف 560-400 فولت. ماشي، لقينا أنطرة التوحيد تلفة، لقينا المشفتات محروقة. طبعا عشان ما نطولش الفيديو هنشوف مع بعض ازاي هيتم اصلاح المكنة ديت. هنغير قطع الغيار التلفة، ايه خطوات العمل الصحيحة اللي يجب انك تشتغل عليها لما يكون المشفت بايظ او المشفتات بايظة، ايه الخطوات اللي تتبعها قبل ما تركب طقم المشفت الجديد، لان طبعا المشفتات دي غالية من نوعية ترانزستور الاي جي بي تي، فبيكون سعرها غالي. دي 50 امبير، الدات الشاب بتاعتها 50 امبير، فطبعا دي مشفتات غالية، ما ينفعش اركب على طول الا لما اتاكد ان الاشاره الاكسوليتر داخله، تغذيه القاعده او تغذيه الجيت داخله، بناء عليه ابدا اوصل او اركب المشفتات. يبقى مبدئيا خطوات الاصلاح دلوقتي اللي احنا هنعملها، هنركب المكثفات، هنركب البريدج، ونبدا ندخل كهرباء على المكنه ونشوف ايه الوضع، ونقيس إشارة المذبذبات ونقيس تغذية الجيت قبل ما ركب المشفتات الجديدة. ازاي هنقيس الإشارة دي مع بعض وازاي هنقيس الجهد ده مع بعض، دي هي المعلومات الفنية اللي هديها لك في الفيديو دوت. ان شاء الله ركز معايا عشان تطلع بنتيجة وتستفيد ازاي تتعامل مع اي كارت إلكترونية، تتعامل معها ايا كان نوعيتها، تبدأ تشتغل فيها ازاي الشغل الصح عشان ما تعملش اي تلفيات انت جديدة. طبعا هنا المفتاح بايظ صاحبها موصلها دايركت، ازاي دخول الكهرباء، ابتداء من دخول الكهرباء من مصدر التيار لغاية ما يدخل لنا على المكنة، ازاي ده بيتم، ده اللي هنشوفه مع بعض. خليك معايا خطوة بخطوة. اول حاجة هنعملها مع بعض دلوقتي، هنركب المكثفات. جبنا مكثفات جديدة تمام، وهنبدأ نركبها. ادي نفس الفولت ونفس الميكرو، هنبدأ نركبهم ونبدأ نركب البريدج الجديد ونبدأ ندخل كهرباء على الجهاز ونشوف مع بعض. عشان الفيديو ما يطولش انا هركب المكثفات واجيلك. ركبنا المكثفات وركبنا البريدج، هنبدأ نوصل على السيريا ونشوف الوضع ايه دلوقتي مع بعض. خليك معايا ونشوف الكهرباء دخلت للجهاز او للمكنة ولا ما دخلتش. طبعا هنوصل على السيريا، ما ينفعش اوصل 220 على طول. نبدأ نوصل على السيريا، بسم الله. تمام، سمعت التكة بتاع الريليه. تمام، عندي هنا الشاشة اشتغلت وعندي المروحة اشتغلت. تمام، يبقى كده افهم من كده ان ال 24 فولت اشتغلوا، ان الكهرباء عدت من ال NTC وصلت للشوبر ال 24، تم التقطيع وطلع ال 24 فولت، رجعوا شغلوا الريلي هنا، الريلي هنا عشان يدخل لي الكهرباء على بقية الدايرة على المشفتات ويدخل لي تغذية المشفتات. هنبدأ دلوقتي عشان قبل ما اركب طقم المشفت الجديد لازم اطمن زي ما قلت لك على ان اشارة الاكسوليتر موجودة وتغذية الجيت موجودة قبل ما اركب طقم المشفت الجديد، لان المشفتات دي ثمنها غالي، اي بي تي ترانزستورات غالية، فما ينفعش اركب على طول ويطيروا مني او يتحرقوا مني في لحظة ما اركبهم. يبقى دلوقتي اللي انا هتأكد منه معانا مع بعض، اللي هنتأكد منه مع بعض، إشارة الأكسوليتر على الجيت
وتغذية الجيت اللي هي الجهد اللي واصل بيشغال لي الجيت. خليك معايا. هتأكد الكلام ده ازاي؟ خليك معايا لحظة واحدة. هنبدأ نعدل المكنة معانا كده. ادي الاربع مشفتات. اوضح لك الضوء. ادي مكان المشفتات. بدايرة بسيطة جدا. اولا الافوميتر اللي معايا دوت ممكن هيقيس لي التردد ان كان موجود او مش موجود. تمام. هنجيبه على الهرتز كده، على قياس الهرتز. هيقيس لي معايا التردد او اشارة الاسونيتر موجودة او مش موجود. يعني لما نقيس بين الإيميتر والجيت المفروض يقيس لي التردد موجود معايا 78 كيلو هرتز، 38 39 40 كيلو هرتز. نشوف هنا المصفت الثاني، لازم تقيس على الأربعة تقيس عليهم نفس التردد برضو 39 كيلو هرتز. ثالث نفس التردد موجود، نفس الإشارة. تمام، نفس الإشارة موجودة، يبقى التردد أو إشارة الأسوليتر موجودة مظبوطة. اللي المفروض أقيسه دلوقتي تغذية الجيت. تغذية الجيت عشان البوابة تفتح معايا دي بيعدلها أكتر من 5 فولت 6 فولت لغاية 8 فولت عشان تشغل لي المسفت، تفتح لي البوابة. البوابة تفتح يبدأ الكوليكتور والإيميتر يوصلوا، ومن خلال دايرة بسيطة هتقدر تعرف إشارة الأسوليتر إن كانت موجودة ولا مش موجودة، ومن خلال اللمبة الحمراء ديت تقدر تعرف تغذية الجيت موجودة ولا مش موجودة. يبقى اللمبة الخضراء هتبين لي إشارة الأسوليتر موجودة ولا لأ، واللمبة الحمراء هتبين لي جهد التغذية بتاع القاعدة أو البيز أو الجيت بتاع ترانزستور الأي بي جي بي تي. نبدأ نجرب مع بعض. آدي طرف الموجب وآدي طرف السالب. طرف السالب هيكون على الإيميتر وطرف الموجب هيكون على الجيت. آدي الإيميتر وآدي الجيت. آدي اللمبة الخضراء أيدة واللمبة الحمراء أيدة. ده دليل إن إشارة الأسوليتر موجودة تمام، وإشارة وتغذية الإيه الجيت موجودة. المصفت الثاني نفس الوضع تمام، جهد وتردد موجودين تمام، جهد وإشارة أسوليتر موجودة. الرابع تمام، جهد وإشارة أسوليتر موجودة. يبقى هنا أقدر أركب المصفتات وأنا مطمئن. لو الجهد ده ما وصلش لازم أشوفه ما جاش من ليه، مقاومة فاصلة بتاع، الإشارة مش موجودة لازم أشوفها الإشارة مش جاية لي ليه، فامشي مع الدايرة وبقدر أحدد الإشارة جاية لي منين وبقى أتابعها وأشوف إيه المشكلة منين بالظبط وأقدر أعملها. طيب دلوقتي أنا عايز أديك معلومة إن إزاي أقيس الترانزستور الأي جي بي تي. ترانزستور الأي جي بي تي زي ما إحنا عارفين جهد التغذية بتاع الجيت عالي أكتر من 5 فولت، فما ينفعش الأفوميتر العادي دوت إن أنا أقدر أدي بيه نبضة موجبة للجيت ونبضة سالبة للجيت عشان يفتح ويقفل. هعمل الكلام ده إزاي؟ الكلام ده برضو من خلال دايرة معينة هقدر أقيسهولك. اللي أقدر أقيسه بس مبدئيا على الترانزستور بالأفوميتر العادي، أفصل بس الدايرة عن الكهرباء، أفصل الكهرباء عن المكنة عشان نبدأ نتكلم براحتنا. فصلنا الكهرباء عن المكنة عشان الصوت يقدر يوصل. أنا هجيب الأفوميتر العادي ده قياس مبدئي بحيث إنك تقدر تعرف إذا كان الترانزستور شورت أو مش شورت فقط لا غير، إنما تقدر إن هو بيقبل النبضة الموجبة والنبضة السالبة يفتح ويقفل
الاتصال بين الإيميتر والكوليكتور ده مش هتقدر تعرفه بالأفوميتر العادي ده، لأن تغذية البيز بتاعته أو تغذية الجيت بتاعته أكتر من 5 فولت، هنا الأفوميتر كل تغذيته 3 فولت، فمش هيقدر يفتح ويقفل القاعدة أو الجيت بتاع الترانزستور. طيب أمال هقدر أقيس إيه؟ أقدر أقيس بس إذا كان في شورت بين الإيميتر والكوليكتور صريح، لأن هنا الإيميتر والكوليكتور وفي بينهم موحد مخمد، خد بالك، بين الإيميتر والكوليكتور، فلو في شورت في الموحد دوت أو في الدايود دوت هيبان معايا بس على إيه؟ على قياس الدايود هنا. من هنا أقدر أعرف إذا كان الآي سي أو إذا كان الترانزستور في شورت أو مفيش، أكتر من كده مش هقدر أعرف عليه. يبقى هنجيب قياس الدايود كده تمام، وهقيس بين الإيميتر والكوليكتور بتوع الترانزستور. اداني صفارة هنا، ده شورت صريح اهوت في الموسفت، بيبان معايا مبدئيا بالاسوريتر بالافوميتر العادي دوت، انما اقدر ادي بيه نبضة هنا ويفصل، ونبضة سالبة يفصل، ونبضة موجبة يوصل، لا ما اقدرش اعرف بالافوميتر دوت. امال دي هقيسها ازاي واطمن عليها ازاي؟ هوريك دلوقتي على جهاز معين برضو، او الدايرة اللي احنا عاملينها ديت بنقيس بيها الترانزستورات الاي بي بي تي، ونقيس بيها الإشارة، ونقيس بيها جهد تغذية البيز أو الجيت بتاع الترانزستور. إزاي الكلام ده؟ ده هوريهولك قبل ما نركب المشفتات برضو، هوريك إزاي بنقيس الترانزستور أو نبدأ. لا هقيس لك الأول مش مشكلة، نبدأ نقيس. أدي هندي تغذية الدايرة هنا تمام، في هنا لمبة وفي هنا بدي نبضة موجبة، وهنا بدي النبضة السالبة على الطرف اللي في النص بتاع الجيت دوت. هنا الموجب الطرف ادي نبضة موجبة هيوصل بين الإيميتر والكوليكتور، اللمبة دي تقيل، هدي نبضة سالبة يبقى هيفصل الترانزستور، يفصل اللمبة دي هتفصل معايا. نبدأ نجرب كده مع بعض، ادي ترانزستور جديد اي جي بي تي، نبدأ نوصله. تمام ركبنا الترانزستور، ادي ندي نبضه موجبه، اللمبه الخضراء قعدت معاك اهي، نبضه سالبه تطفي، نبضه موجبه، نبضه سالبه اهو. يبقى بكده اقدر اعرف الترانزستور البايظ من الترانزستور السليم بالطريقه دي. نيجي تاني نجرب الترانزستور الفاسد اهوت، اللمبه قايده، ادي نبضه سالبة عشان يطفي، ما يطفيش، نبضة موجبة مفيش، هي اللمبة قايدة على طول. ده الترانزستور اللي فيه شورت موت قايدة، فصلت هادت فصلت كده. اقدر احدد الترانزستور السليم من البايظ بدايرة بسيطة جدا. الدايرة دي هعمل لك ليها فيديو ان شاء الله ننفذها مع بعض عشان تقدر تستفيد منها في قياس الاشارة وقياس ترانزستورات الاي جي بي تي. هنبدا نركب الترانزستورات او المسفتات دلوقتي مع بعض، ونبدا نجرب المكنه تاني نشوفها خرجت معانا كهربا من خارج اللحام ولا لا. خليك معايا. بعد ما ركبنا طقم المسفت هنبدا نوصل مع بعض كهربا على السيريا برضو، ونشوف خارج المكنه خرجت معايا الجهد بتاعها ولا لا. بسم الله. تمام ادي تكة الرليه، وادي الشاشة اشتغلت معايا، وادي مفتاح التحكم في الامبير. تمام، وادي لمبة الاشارة الكهرباء شغالة، لمبة الحرارة طافية اللي هي لو المكنة سخنت بتطفي معاك اللمبة الصفرة ديت. هنبدأ نقيس جهد الخرج كده، هنجيب الافو على التيار المستمر، قياسة الجهد المستمر، ونبدأ نقيس خارج المكنة خارجة معايا جهد ولا مش خارجة. نبدأ نجيب الأفوميتر اهوت اهوت كده واضح معاك، وادي السالب على التيار المستمر اهو، قياس التيار المستمر او الجهد المستمر. نبدأ نقيس ادي الجهد الفردة السالب، وادي الفردة الموجب. تمام
خارج معايا جهد 44، ده طبعا على السيريا. هو الجهد بيكون 50-60-70 في الحتة ديت، من 60-70. تمام كده المكنة اشتغلت معايا تمام. نبدأ نركبها على الكهرباء العادية ونقيس الجهد اللي خارج نشوفه قد ايه بالظبط. نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نجرب كده على 220. بسم الله تمام. ونبدأ نقيس خارج، خارج معايا 58 فولت مظبوط كده، الكهرباء مظبوطة، المكنة شغالة معايا تمام ان شاء الله. نبدأ نجمع المكنة ونبدأ نقفلها. اللي عايز اقوله ان دلوقتي المعلومات اللي انت طلعت بيها ان بداية الكهرباء دخول الكهرباء ومشينا مع الكهرباء لغاية ما طلعنا غزينا الكهرباء دخلت المكنة وعلى المكثفات وطلع ال 24 فولت، شغلت الريليه، الريليه بدأ يوصل للكهرباء تغذية المسفتات، اللوكتور بتاع المسفت بدأ. قبل ما نركب المسفتات الجديدة لازم نقيس الإشارة موجودة بتاع الأسوليتر ولا لأ، وجهد البوابة موجود ولا لأ. دول المهمين قبل ما تركب المسفتات لازم تتأكد منهم، وتتأكد منهم انهم مظبوطين وثابتين عشان ما يحصلش اي مشكلة في المسفت الجديد او المسفتات الجديدة لان سعرها غالي. لازم تأمن نفسك قبل ما تركبها. تأكدنا من الإشارة الأسوليتر وتأكدنا من جهد القاعدة ثابت، ركبنا الحمد لله المكنة اشتغلت معانا والخارج اشتغل. والى اللقاء في فيديوهات قادمة ان شاء الله، ويا رب اكون قدرت افيدك بمعلومة مفيدة تقدر تستفيد منها.